مرحبا بكم جميعا. اليوم سنبحر في بحر من البحور الصافية النقية، كيف لا، وقد بنى عليه كبار الشعراء روائع قصائدهم، ومن بينها معلقة عنتر بن شداد: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. ليس هذا هو المطلع، ولكن هذا من بين الأبيات الرائعة الموجودة في معلقة عنتر بن شداد، وقد بناها كما قلت على بحر الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل، تفعيل واحدة تتردد، وهذا هو السبب في تسمية البحر بالبحر الصافي. ومفتاحه: جمع الكمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. كيف يمكننا معرفة بحر الكامل؟ كيف نستخلصه من قصيدة من القصائد التي نقرأها؟ كيف نعرف عدد أعاريضه وعدد أضربه؟ ذلك ما سنحاول أن نعرفه من خلال المثال الأول المكتوب أمامكم على السبورة. قال عنترة في معلقته: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. سنكتب هذا البيت كتابة عروضية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكتابة الرمزية لنستخلص تفعيلة بحر الكامل. سأقوم بذلك بسرعة لأن درس الكتابة العروضية قد سبق. وإذا صحوت فما أقصر، الصاد تكتب مرتين، أقصر عن ندن، ندن تكتب بنون في الخر، وكما علمت شمائلي وتراء تكتب مرتين لأنها عليها شدة. وإذا صحوت فما أقصر عن ندن، وكما علمت شمائلي وتكرمي. كتبت بسرعة لأن عندكم درس سابق، حلقة خاصة بالكتابة العروضية، وقد قدمت ذلك يعني بنوع من التأني وبنوع من البطء حتى تعرف ما الحروف التي نضيفها وقت الكتابة العروضية، وما الحروف التي نزيلها وقت الكتابة العروضية، لأن القاعدة معروفة عندك: ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب في الكتابة العروضية. عد إلى الدرس لتعرف هذا. طيب ننتقل الآن إلى التفعيلة. قلنا بأن بحر الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. سنلاحظ ما إذا كانت هذه الكتابة العروضية قد أوصلتنا فعلا إلى هذه التفعيلة أم لا. لاحظ: متفاعل، صحيح، متفاعل، صحيح كذلك، متفاعل. إذن الشطر الأول جاءت فيه تفعيلة كاملة لم يحقها أي تغيير. متفاعل متفاعل متفاعل، يعني هذا المثال بيّن لنا أن الشاعر حافظ على التفعيلة كاملة من بداية البيت إلى نهايته. كنا قلنا في لقاء سابق بأن الشطر الأول ينتهي بالعروض، والشطر الثاني ينتهي بالضرب. هذا يسمى العروض، وهذا يسمى الضرب، وما تبقى كل هذا يسمى ماذا؟ الحشو. ما يهمنا الآن ونحن نتحدث عن بحر الكامل، لأن الأمثلة فيه كثيرة، ويمكنك أن تأخذ أي بيت من أبيات بحر الكامل وتطبق عليه ما سأقدمه لك الآن على السبورة. لن يخرج كل الآلاف مؤلفة من الأبيات الشعرية التي كتبت على بحر الكامل، لن تخرج عن المعطيات التي سأقدمها لك الآن بنوع من الاختصار، وهي من الآن أن بحر الكامل له 3 أعاريض وله 9 أضرب. العروض لا يخرج عن 3 أنواع، والضرب 9 أضرب، سنعرفها من خلال طيات التالية. طيب هذا المثال الثاني: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، أتاح لها لسان حسودي. سنرى ما إذا كنا سنجد في هذا البيت نفس العروض التي كنا صادفناها في بيت عنتر بن شداد، متفاعل، أم أن العروض ستكون متغيرة. وسنلاحظ كذلك الضرب، ما إذا كان نفس العروض التي وجدناها في البيت الأول، أم أن هناك تغيير. إذا لنبدأ بالكتابة العروضية بسرعة.
هذه هي الكتابة أمامكم، ليس فيها تغيير كثير، اللهم الشدة فوق اسم جلال الله، ثم فضيلة هذه ننطق النون، إذا نكتب النون، وباقي الكلمات حافظت على كتابتها الإملائية. حسودي، قلنا دائما هناك إشباع فلا بد من إضافة الياء. طيب هذه الكتابة الرمزية، الحركات فتحة ضمة كسرة نضع ونشير إليها بحركة قصيرة مثل ما ترون، ياك، والسكون الحي أو الميت نشير إليه بالسكون، الإشباع كذلك سكون، بحر كامل قلنا متفاعل، متفاعلن صحيحة، هنا متفاعلن ليست مشكلة، يقع ذلك التغيير بسيط في الحشو، اللي كيهمنا هو العروض الآن، متفاعلن، إذن العروض جاءت هنا سليمة مثلها مثل العروض التي كنا رأينا في المثال الأول، تذكروا قلت بأن عدد الأعاريض ثلاثة، واحدة سالمة متفاعل هي اللي شفناها في البيت الأول وهي اللي كنشوفوها الآن في البيت الثاني، طويت متفاعل متفاعل، احنا كنا كنتظروا متفاعل ولكن جاتنا متفاعل اللي غتولي فاعلات، ف ولكن اللي كيهمنا هل جاءت هل جاء الضرب شبيها بالضرب السابق في بيت عنتر ونشداد، كنا وجدنا العروض متفاعل والضرب متفاعل، الان العروض متفاعل سالمه والضرب وقع فيها تغيير عوض متفاعل، وجدنا ماذا؟ وجدنا فاعلات، هذا الضرب الأصل فيه هو ماذا؟ متفاعلن، هكذا يجب أن يكون، ولكن الذي وقع وقع في الوتد المجموع، تذكرون كنا قلنا بأن هناك السبب الخفيف والسبب الثقيل والوتد المجموع والوتد المفروق والفاصلة الكبرى والفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى، لم أرى على ظهر جبل سمكة، هادشي كان في الدرس السابق، فمني كنقول الوتد المجموع كنقصد به حركة حركة سكون، هذا كيتسمى الوتد المجموع، الذي حصل لهذا الضرب هو القطع، القطع ما معنى القطع؟ هو أن تأخذ الوتد المجموع تحذف ساكنه وتسكن ما قبله، فشنو كيوقع لنا؟ متفاعلن، هذا هو الوتد المجموع، حيدنا السكون ديال الوتد المجموع، بقات حركة، هذيك الحركة هي حيدناها ودرنا بلاصة السكون، ولات اش فاعلاتن، هذا سميناه القطع. غادي نخصو واحد الدرس خاص ونذكرو فيه جميع هذه التغييرات التي تلحق العروض والضرب ونضع اسماءها ومصطلحاتها اذا تذكر الان ان بحر الكامل له عروض سالمه متفاعل، ومني كتكون عندك هذه العروض السالمه الضرب اللي كيجي من بعدها لحد الان احنا شفنا جوج، إما أن يكون الضرب سالما ما في حتى شي تغيير، يعني كتكون هنا متفاعل وكتكون هنا متفاعل، الحالة الثانية أن العروض متفاعل والضرب مقطوع، كيف مقطوع؟ يعني عوض أن يكون متفاعل يأتي على وزن متفاعل اللي كنبدلوها كتولي فاعلات، نذكر هذا ثم نضيف. هذا المثال الثالث، شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، البحر الآن متفاعل، بحر كامل من البداية كيبان هنا متفاعل،
هنا متفاعل، متفاعل هذا حشو ما يهمناش بزاف، متفاعل حتى هو حشو ما يهمناش بزاف. هنا خصنا نقولوا متفاعل ولكن جاتنا غير حركة سكون، حركة سكون اللي هي اش فعل، وحنا كنا كنتظروا متفاعل. فإذا بنا أمام فعل، ما الذي وقع؟ ما التغيير الذي حصل في هذا العرق في هذا الضرب؟ فلاحظ التغيير الكبير الذي وقع الآن في هذا الضرب، كنا ننتظر متفاعل فإذا بنا أمام فعل. شوف الفرق الكبير، متفاعل هذه هي الأصل، أشنو ولات؟ ولات فعلن. هذا شنو ما معنى هذا الكلام؟ يعني أننا حذفنا الوتيد المجموع اللي هو حركة حركة سكون، هذا كله تحذف، حذف الوتيد المجموع وتم تسكين الثاني المتحرك. فين هو الثاني؟ هو هذا، واحد جوج، تم تسكين الثاني المتحرك. إذا احنا أمام كم من ضرب؟ ثلاث أضرب. إذا متفاعل في الكامل، متفاعل اللي هي إيش؟ اللي هي العروض، كيكونوا عندها ثلاثة ديال الأضرب. فين ما كانت متفاعل في العروض، ثلاثة ديال الأضرب كيكونوا مرافقينها. إما كنلقاو متفاعل بحالها، العروض الثانية فاعلات، ضرب ثالثة اللي هي فعل. العروض متفاعل، الأضرب كيكونوا ثلاثة، إما هذه إما هذه إما هذه. قلت في البداية بأن يعني قراءة الأبيات الشعرية التي بنيت على بحر الكامل، وإن كانت بالآلاف فإنها لن تخرج أبدا عن الترسيم أمامك. الأعاريض لا يمكن إلا أن تكون واحدة من ثلاث، لذلك قلت لك بحر الكامل له ثلاثة أعاريض، ثلاثة لا تفوتهاش، وتسعة أضرب. العروض الأولى سالمة، كتجي على وزن متفاعل، ومني كتكون عندك العروض على وزن متفاعل لابد أن أضربها اللي هو التفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني كتكون واحدة من ثلاث، الضرب كيكون واحد من ثلاثة. إما أن تجد الضرب متفاعل بحال العروض، وإما أن تجده على وزن فاعلات وهو اللي شفنا في المثال الثاني، وإما أن تجده على وزن فعل. الأولى كنسميوها سالم، والثاني كنسميوه مقطوع، والثالث كنسميوه أحد أو ومضمر بجوج. العروض الثانية اللي كنلقاوها في بحر الكامل كنسميوها حذاء، يعني كتجي على وزن فاعل. إما أن تجد في الضرب فاعل، وإما أن تجد فعل. العروض الثالثة كتكون مجزوءة. أنا حاولت أن أختصر لأن عدد التفعيلات وعدد الأضرب كثيرة جدا، وهذا سيستغرق وقتا، وأنا أرى بأن المسألة ليست يعني بصعوبة وتحتاج إلى أن نكتب كل هذه الأشياء على السبورة. يمكنك أن تعود إلى أي قصيدة من قصائد البحر الكامل وتطبق عليها هذه المعطيات أمامك، ولن تجد أي صعوبة في استخلاص البحر ومعرفة الأعاريض والأضرب. ستجد دائما بأن الأعاريض ثلاثة والأضرب تسعة، وأن البحر معروف متفاعل متفاعل متفاعل. طيب العروض الثالثة تكون مجزوءة، ومجزوءة كما قلت لك هو حذف التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول وفي الشطر الثاني. عندما تكون أمام تفعيل أمام عروض مجزوءة تلقى أمامها ثلاثة أربعة أضرب، متفاعلات أو متفاعلان أو متفاعل أو فاعلات. هاد المصطلحات هادو كاملين اللي كاتب قدامك غادي نخصص لهم واحد يعني حلقة خاصة ديال واحد نص ساعة، تعرف على المصطلحات على الأسماء ديال هاد التغييرات التي تلحق التفعيلة. باختصار أقول لك بحر الكامل، بحور الصافية،
متفاعل 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 له 3 أعاريض و9 أضرب. الأعاريض أمامك مسجلة ها هنا، والأضرب كذلك مسجلة. فين هما الأمثلة ديال هاد الشيء؟ ها هما أمامك، يمكن لك تصور هادو وعقل. راه المثال الأول، المثال الثاني، المثال الثالث. غادي توقف الفيديو باش تشوف جميع هذه المعطيات، وانا داير لك الترقيم ديال كل بيت على حده، 1 2 3 4 حتى 9. يعني شوف، وقف الفيديو، شوف البيت ودير تقطع ديالو، وغادي تلقى امامك جميع هذه المعطيات التي سجلتها امامك الان. هذا بحر كامل، قلت لكم في البداية بأنه بحر صافي وهادئ، ولكن يتغير ربما مجرد ما تدخل السباحة، تجد بعض يتغير الجو، رياح جديدة يعني تدفع الأمواج، ونجد أنفسنا في نوع من الصعوبة لكي نخرج من أمواج هذا البحر. ولكن يشفع له كما قلت لك أن قصائده جميلة جدا، حتى أن عددا من القصائد التي تدخل في إطار المعلقات، أقصد بالضبط قصيدة عنتر بن شداد، وهي مبنية على هذا البحر، بحر الكامل. تحياتي، إلى اللقاء.